قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن الواقع يناقض بشكل صارخ الإحصائيات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فهي تعبر عن ربع الأرقام الحقيقية للمحاصرين في سوريا. وأكدت الشبكة أن المناطق التي يحاصرها النظام تعاني من صعوبات وتحديات أعظم بأضعاف مضاعفة مما تعانيه المناطق التي تحاصرها جهات أخرى. الأمم المتحدة من جديد في دائرة الاتهام بعد حديث الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن تقليل تقرير المنظمة في بداية العام الجاري لأعداد المحاصرين إلى الربع، ما يناقض الواقع بشكل صارخ، فيما يقدر عددهم بنحو 2 مليون شخص في 14 منطقة. الشبكة أكدت مقتل 786 شخصا نتيجة حصار قوات النظام لمناطق في محيط دمشق وحمص منذ بداية الثورة، فيما لقي 6 أشخاص مصرعهم نتيجة حصار تنظيم الدولة لدير الزور. كما تحاصر قوات سوريا الديمقراطية مدينة منبجبري في حلب، وهي مناطق يجب أن تذكرها تقارير سفير الأمم المتحدة في دمشق. تقارير الأمم المتحدة الشهرية لمجلس الأمن تعتبر منطقة الغوطة الشرقية منطقة محاصرة، وهذا التقرير يذهب إلى مجلس الأمن في كل شهر. التقرير الحقوقي تحدث عن مغالطات المنظمة الأممية في قضية الحصار، مشيرا إلى أن المنطقة التي يحاصرها النظام تعاني من صعوبات وتحديات أعظم بأضعاف مضاعفة مما تعانيه مناطق تحاصرها جهات أخرى، ويتمثل ذلك بشكل رئيسي في عمليات القصف والقتل اليومي والتدمير والمجازر. ومن المغالطات أيضا أن المنظمة الدولية تدرك أن النظام وحلفائه لديهم طائرات ألقت مساعدات على دير الزور والفوعة، فيما لا زالت الأمم المتحدة تعتمد على الهلال الأحمر كشريك أساسي في سوريا، ما أدى إلى توزيع الغالبية الساحقة من المساعدات في مناطق سيطرة قوات النظام. على السماء ملشية، عرفت شلون؟ كل سيارات فاضية، ليش نحكي؟ عرفت شلون؟ هاي المساعدات على أساس مفوتينا وجايبينا، كل 10 كراتين كل واحدة فيها، 15 كرتونة كل سيارة فيها. كما أن الأمم المتحدة كبرى المنظمات الدولية لم تصدر تقريرا حول المناطق المحاصرة، بينما يعمل النظام على إدلالها ويشترط عليها للسماح لها بإدخال المساعدات للمحاصرين. منظمة الأمم المتحدة لم ترد على هذه الانتقادات التي سبقتها اتهام أكثر من 60 منظمة غير حكومية للمنظمة الدولية بالانحياز للنظام للحفاظ على مكاتبها في دمشق غير مكترثة بمصير المحاصرين. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. بداية أهلا بك أستاذ فضل. يعني أستاذ فضل، ذكرتم في تقريركم أن إحصائيات الأمم المتحدة لم تكن دقيقة بشأن المحاصرين في سوريا، هل يمكن أن يكون خطأ أم أنه أمر متعمد؟ نحن نعتقد أن هناك في الحقيقة تعمد لإغفال قسم كبير من الحقائق وليس موضوع خطأ. لماذا؟ لأننا نبهنا على هذا الخطأ أكثر من مرة وتكرر الخطأ كما أشرنا في التقرير. يعني هذه ليست المرة الأولى التي يذكر فيها تقرير الأمين العام أن عدد المحاصرين في سوريا هو 500,000، بينما العدد الحقيقي في الحقيقة فوق 2 مليون. يعني في الغوطة الشرقية لوحدها هناك تقريبا 400,000، في التل هناك تقريبا 650,000، وفي مناطق أخرى. الآن التقرير الماضي كان أسوأ في الحقيقة، ذكر عدد محاصرين 400,000، وعندما يوزع يعني هدول 400,000 بيقول إنه النظام محاصر 350,000 وتنظيم الدولة محاصر بدير الزور 200,000. نعم. أن دير الزور محاصرة من قبل النظام ومن قبل داعش أيضا معا. نعم. وبالتالي يعني هناك عملية يعني خلط كبيرة تحصل من ناحية الشؤون الإنسانية في سوريا. طيب لماذا هذا الخلط؟ يعني في مصلحة من يصب تخفيض الأرقام في تقارير المنظمة الدولية؟ في الحقيقة ليس فقط يعني عملية تخفيض أرقام، يعني هناك أيضا أمور أخرى، مثلا توزيع المساعدات تصل إلى المناطق، يعني أغلبها تصل إلى المناطق التي تخضع إلى سيطرة النظام وهي لا تعاني كما تعاني يعني بقية المناطق.
مصلحة من في الحقيقة؟ هذا سؤال يعني مهم ويعني يجب الكشف عنه، ونحن يعني لا نريد أن يعني نطلق تصريحات أو نطلق اتهامات، لكن نحن نقول الوقائع ونطلب من الأمم المتحدة نفسها أنه هي تعمل تحقيق، شوف شو عم يصير بسوريا من ناحية شؤون إنسانية، وتقول هاي لمصلحة من صارت هاي الأمور، ولمصلحة من وين عم تروح المصاري وكيف عم تتوزع ومين الجهات اللي عم تاخدها، وليش الأرقام كانت عم توصل للأمين العام هي أرقام مش دقيقة، وكل هاي التفاصيل هون بتنكشف وقت شبكة العلاقات. المستفيد الأكبر هو النظام السوري، نعم. المستفيد الأعظم هو النظام السوري إعلاميا قدام الأمم المتحدة، فائدة كبيرة يعني هو عمال يجنيها. نعم، طيب ألا يعتبر تقريركم تشكيك في مصداقية الأمم المتحدة؟ نعم، نحن عم نشكك، هو هذا الهدف من التقرير إنه المراجعة. نعم، هناك تشكيك في هذه المصداقية مبنية على وقائع، أنتم عم تقولوا شيء والوقائع أمر مختلف تماما. نعم. تفضلوا لحتى عليه نشوف مين معه الحق ونكشف نحن الأدلة ونصارح المجتمع السوري. ليش؟ لأنه هذه الأخطاء هي عم تكلف أرواح، عم تكلف ناس عم تموت من نقص الغذاء ومن نقص الدواء مثل ما بيّن التقرير. نعم، طيب ما سبب تزايد الانتقادات الموجهة لكبرى المنظمات الدولية في هذا الوقت؟ يعني ولم نرى هكذا انتقادات سابقا. لا، هلأ نحن من جهتنا أكثر من مرة تحدثنا حول هذا الموضوع، لكن يجب أنا برأيي أن المعارضة السياسية أنه تتحدث أكثر، ويجب أنه يكون في حتى الإعلام الثوري، وحتى نحن نوصل نبعث رسائل رسمية لمكتب المنسق العام للشؤون الإنسانية بسوريا السيد يعقوب الحلو، ونحكي معهم ونحاول نوصل لهم، ونبعث رسائل بالإنجليزي لكل الوكالات الإنسانية العاملة في سوريا. نحن عم نقصد بالمكتب الأمم المتحدة كل الوكالات الإنسانية، يعني من الأنروا يعني وبرنامج غذاء العالمي وما إلى ذلك الوكالات المعروفة. نعم، وبالتالي نعم. لابد من مخاطبتهم وتوضيح هاي الأمور ونسمع نحن أيضا وجهة نظرهم. نعم، شكرا لك السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.